واش الاصدقاء، السلام عليكم، كيدايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله، اليوم 5 في الشهر، درت هي وجبه ليا. بقى 10 ايام على الامتحان المحلي، وانا نقول علاش نزيد نحمس التلاميذ ديالي ومتتبعي ديال قناه ربيع غزواني على الامتحان المحلي مزيان، ونحط لكم واحد الشيمه ونحط لكم بعض النصائح اللي غادي تحتاجوهم ان شاء الله في هذه الفتره هذه، لان بقات 10 ايام على الامتحان المحلي. شنو خاصني ندير بالنسبه للامتحان المحلي؟ كيفاش نبريبار؟ حيت كاين بزاف ديال الناس بانوا ليا انهم نبار ما مسوقينش. لا، الامتحان المحلي خاصك تنطنى فيه، خاصك تجي فيه نقطه واعره. علاش؟ حيت النجاح ديالك في الثالثه اعدادي محسوب بالطريقه. واسمع معايا مزيان، مراقبه مستمره ديال الدور الاولى، مراقبه مستمره ديال الدور الثانيه، والامتحان المحلي والجهوي، اربعه ديال الحوايج اللي مسؤولين على النجاح ديالك. اربعه، شنو هما اربعه ديال الحوايج؟ المراقبه المستمره ديال الدور الاولى، مراقبه مستمره ديال الدور الثانيه، والامتحان المحلي والامتحان الجهوي. الطريقه ديال الحساب كالتالي: المراقبه ديال الدور الاولى ومراقبه ديال الدور الثاني بجوجهم عليهم 25%، الامتحان المحلي بوحدو عليه 25%، والامتحان الجهوي اللي غيكون ان شاء الله في الدور الثاني، هذاك اللي غتكون عليه استعداد الانفو، غتسالي الامتحان المحلي، غنبدا ان شاء الله بريباراسيون استعداد الامتحان الجهوي. يعني كيفاش نمر الحوايج خصك تكون عارف الدروس. ما نخليكمش، كونوا هانين. وعرض اول حتى هو ان شاء الله يكون ديال الدور الثانيه، يعني الدور الثانيه نساو، غادي معاك متفقين. دونك هاد الحوايج هادو خصني نركز فيهم مزيان. يعني الامتحان المحلي ما نستهزاش بيه، نبريباري ليه مزيان باش نجيب فيه نقطه زوينه، باش الامتحان المحلي يجي فيه مزيان. مراقبه مستمره ديال الدور الاول وديال الدور الثاني يجي فيه مزيان، باش الجهوي يمشي ليه وانا مرتاح وانا جايب مزيان. يعني كندخل بواحد النفسيه مرتاح، فاش كندخل الامتحان المحلي وانا بنفسيه مرتاحه كنجيب فيه مزيان. فاش كندخل وانا مخلوع، ناري جبت في الدور الاولى 9، ناري جبت في المحلي غير 11، ناري كندخل وانت مخلوع وانت مستريسي وما كتجيبش مزيان. تلقاني دوك ورايا هنا في الصبوره، كتبت بعض الاشياء اللي غادي يعاونونا ان شاء الله. كيف ما كنقول لكم ديما ان شاء الله، مع غتسالي الدوره الاولى غنحط لكم مذكره، غنحط لكم كيفاش نقادو مذكره، يعني مذكره كيفاش نقادوها ان شاء الله. تسالي الدوره الاولى باش تبقاو مكونسونطري معايا، نوريكم كيفاش سميتو، كيفاش تقاد المذكره ديالك. واللي بغى ندير شان جديده، قناه جديده، نولي نحط فيها روتين اليومي، كيفاش كدوز النهار، كيفاش تفيق بكري الصباح، كيفاش دير سبور، كيفاش تقاد المذكره، كيفاش تقاد البلاصه اللي انت فيها، بزاف ديال الحوايج نوريها لكم. اللي بغاني ندير قناه جديده، شان جديده، ونولي نحط فيها غير هادشي بعيد على الظروف، ما يكونش فيها الظروف، يكون فيها غير بحال هكا، كيفاش كندير سبور، كيفاش تفيق الصباح بكري، كيفاش تاخذ عاده جديده، الكتب كيفاش تقاد كذا كذا، يقول لي تحت في الكومنتار، نحطها من السيمانه الجايه. السيمانة الجاية ندير لكم شي حاجة، متفقين؟ دونك على بركة الله نبداو في هادشي ديال السيمانة الجاية ديال الامتحان المحلي. دونك هنا عندي 16 جانفي اللي هي 16 يناير، هو النهار اللي غدوز فيه امتحان محلي. المغرب كامل تقريبا غيدوز امتحان محلي نهار 16. كل مدرسة وشنو دايرة، كاين اللي بادية بالفرونسي، كاين اللي بادية بالعربية، كاين المهم أغلبية عندهم مادة الرياضية نهار 17، يعني في النهار الثاني. متفقين؟ أغلبية غيكون عندهم ماتش في النهار الثاني. المهم قولوا لي تحت في لي كومونتير نتوما شنو عندكم، شنو هو البلان، يعني واش بصح عندكم امتحان محلي نهار 16، وشنو هما المواد اللي غتبداو بهم في الامتحان المحلي؟ كتبوا لي تحت في لي كومونتير، ندويو لتحت في لي كومونتير. متفقين؟ دونك امتحان المحلي عندنا نهار 16، نهار 15، نهار 14، نهار 13، نهار 12، نهار 11، نهار 10، نهار 9، نهار 8، نهار 7، نهار 6. شنو غندير في هاد الأيام؟ وي امتحان نهار 16 جونفي، ولكن في هاد الأيام شنو خاصني ندير؟ تبع معايا مزيان. 16 جونفي نورمالمون، ركز معايا مزيان، نهار قبل من الامتحان المحلي كنكون ساليت كلشي، ساليت بريباراسيو، ساليت كلشي. يعني انت خاصك دير في دماغك بحال ان الامتحان المحلي كاين نهار 15 ماشي نهار 16. يعني نهار 15 كيكون غير واحد النهار اللي كنقاد فيه كتوباتي، كنصبر فيه حويجاتي، كنمشي للحمام، كندوش، كنوجد لذاك النهار. يعني كنقاد الكتوبه، كنقاد الشكاره ديالي، ادوات، كالكولاتريس، ستيلوات، يعني واحد النهار كتكون شويه كتكون مرتاح فيه، ماشي حتى نهار 15 وباقي ناري داخل لاشي اليوتيوب ديال ربيع غزواني وكتفهم وناري. لا لا، متفقين؟ كنتكون مع الناس اللي كيشوفوا الفيديو دابا، يعني نهار 5 يناير، حتى الناس اللي غيشوفوا الفيديو نهار 6، نهار 7، نهار 8، نهار 9، ماشي مشكل. متفقين؟ غير هما الناس اللي غيشوفوه مورا 10 غتكون شويه فات الحال، وحاول انك تقاتل على راسك. متفقين؟ هاد الايام هادو اللي بقاو
الا كنتي في هاد الايام هادو اللي بقى باقي كتدخل تيك توك باقي كتسهر حتى لجوج ثلاثه وتبقى تداوي مع الدراري تداوي مع الدريات داكشي وباقي كتلعب كره باقي كتخرج باقي عارف راسك راك ما غادي فواحد الطريق اللي خايب. هاد الايام هادو اللي جايين نحاول نتقاتل فيهم حتى شعري ما نحسنوش حوايجي نولي لبسه لبسه ماشي هادشي كامل لبسه لبسه واحده متفقين. هاد الايام اللي بقاو نتقاتل ديال بصح نتقاتل علاش حيت مورا 16 يعني غدوز انت تمشي حنا 16 17 18 موراها والله يقع عندك ميدا غتولي عندك واحد جوج سيمانات تقريبا والراحه دخل تيك توك تتل مع رغم هذه الصباح دير اللي بغيتي واش متفقين معايا. حاول انك في الايام تقاتل علاش حيت الا ما تقاتل حيت سميتو التعب هو اللي كيعطينا الحلاوه ديال الراحه التعب هو اللي كيعطينا الحلاوه ديال الراحه يعني فاش غتعب وغضرب تماره وراسك غيضرك وكذا مورا هادي غتحس بواحد الراحه زوينه غتكى وغتقول الله ماشي نتايا مورا 16 غتقول الله راه ترتاح وتقول انا اش غنرتاح انا ما ضربت ثلاثه مره لا والو غدا نتند في راس ناري كون غير حيت هادي كون درت هادي كون فعلت هادي وديك الساعه الندم ما عندك ما دير به. الدوره الثانيه مشنشطه الدوره الثانيه يلا معقول ان شاء الله نوصل الدوره الثانيه ونوريكم بروغرام ديال الدوره الثانيه متفقين. الدوره الثانيه معقول وكما قلت لكم امتحان جهوي هو واحد العام اللي كيسقط فيه الناس اكثر من الباكالوري اكثر من الباك تكونسونطر وجد لي راسك. دونك نهار 15 خاصك تكون مرتاح نهار 14 خاصك تكون نهار 14 و13 و12 و11 و10 خاصك تكون كتخدم غير امتحانات محليه تكون فاهم الدروس فاهم التمارين فاهم كلشي كتخدم غير امتحان محلي كتشد امتحان محلي متفقين كتدخل ليه كنمشي حالات محليه انا مشترش مين كاينين كتب في الجوطيات في المكتبات خذوهم فيهم امتحانات محليه سير عند الاستاذ ديالك في القسم ولا الاستاذ ديالك شم قول لي امتحان محلي غادي يعطيه لك. سو انا غنخلي لكم تحت في الديسكريبسيون موقع اولا شي حاجه اللي فيها امتحانات محليه دخل وبقى تخرج يعني 14 13 12 11 10 خاصك تكون غدا من امتحانات محليه في جميع المواد ما كندوش على ماده طريلي كتجي الامتحان المحلي كتبدا راه كتشوف تسهل خطأت هنا متفقين. عندك فهاد الفترة ديال 9 8 7 6 هي اللي إلا كان عندك شي درس ما فاهموش حاول تفهمو شي واحد الدرس معندكش باقي ما حفظتيش تحفظو واش فهمتونيش بغا نوصل ليكم وافقوا معايا. هنا حطيت لكم الدروس ما كتبتهمش ولكن المهم ديفلوبمون فاكتوريزاسيون كنتي دابا دابا حنا باقيين دابا يلاه في 5 6 7 8 9 10 فهاد البارتي هادا 6 7 8 9 10 هاد البارتي هادا ديال تفهم الدروس ماشي مشكل ماشي مشكل ولكن ملي غتوصل لهاد المرحله هادي ديال 11 12 13 14 15 لا هاد الساعه خصني يكون فاهم الدروس خصني نبدا نخدم غير في امتحانات محليه صافي الا بقى في شي فقره صغيره في شي دار ماشي مشكل ولكن باش يبقى لي درس جوج دور لا متفقين. حاول 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 دونك 6 7 8 9 10 نحاول نتفرج في الفيديوهات دونك كنتي فاهم الدرس مزيان ديفلوب بحال كتكتبهم في شي ورقه ودير مثلا مثلا تقول ديفلوبمون فاكتوريزاسيون لي زيدونتيتي روماركاب فهمو لا ندخل لاشين يوتيوب ديال ربيع غزواني ولا شي شان يوتيوب ديال شي استاذ اخر وتكتب ديفلوبمون فاكتوريزاسيون مثلا ربيع غزواني تفرج فهمت دابا فهمت هاي دوزو لي غاسين كاري لي غاسين كاري واقي انا باقي عندي فيهم واحد المشكل دخل تكتب لي غاسين كاري ربيع غزوان انا غنحط لكم تحت في الديسكريبسيون جميع الدروس محطوطين مقاد متفقين وتقول تبدا هاي 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 تحيدهم كامل متفقين تحيدهم قبل من 10 يعني هنا تكون حيدت عليك الدروس حيدت عليك كلشي. انا بغيت في 11 12 13 14 ما نبقاش نشوفكم كتدخلوا تفرجوا في الفيديوهات ديال بغيت صافي تكونوا كتفرجوا غير في الفيديوهات اللي غنبدا الحظ ديال الامتحانات المحلية متفقين قلبي عليكم كنحس بكم باقي مكسرش والامتحان داكشي كنحاول ديما ندير بحال الفيديوهات باش تزيدوا تحفزوا وتزيدوا اش باغي نقول لكم دونك امتحان المحلي ما بقى لي والو حاول انك تقاتل حاول انك تضرب تمام حاول انك تفورسي على راسك تفورسي فورسي فورسي تقاتل محيد عليا داكشي ديال انا خارج انا كدا لا صافي تمشي للمدرسه تاخذ تجي من المدرسه تحط كتوباتك تاكل واحد شويه وتخدم قرا كتب كتب خدم خرج التمارين خرج كتا عندك يوتيوب انت محظوظ دابا اللي كتفرج عندك يعني بما انك كتفرج فيه دابا يعني عندك تليفون وعندك انترنت انت محظوظ كاين اللي مساكن ما عندوش تليفون ما عندوش باش يتفرج ما عنده حتى شي حاجه متفقين
السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايه.